شخصية ثقافية بصيت عالمي ورائد فن المنمنمات الجزائري، اشتهر بأعماله الفنية التي وظف فيها المنمنمات وقدم للعالم صورة جديدة لفن المنمنمات بطابع جزائري. ولكن ليس هذا ما ميز شخصيته الثقافية فحسب، بل ذهب أبعد من ذلك حينما جمع الفن والسياسة والصحافة في منمنمة مساره الحافل. فهو من الشخصيات القلائل الذين استطاعوا الجمع بين هذه المجالات الثلاثة وترك أثر في كل مجال لتحكي عنه الأجيال من بعده. هو الفنان والصحفي والسياسي الجزائري عمر علي راسم، موسوعة نهل منها الجزائريون في حقبة الاستعمار الفرنسي. فهو أول من أسس جريدة ناطقة بالعربية في الجزائر، ومؤسس مدرسة فن المنمنمات الجزائري، ورجل إصلاح اهتم بالعمل السياسي منذ أن كان طفلا. ولد عمر علي راسم بالعاصمة عام 1884، حفظ القرآن الكريم وهو ابن 7 سنوات، وتعلم عصاميا اللغتين العربية والفرنسية. عرف بأفكاره السياسية الإصلاحية، فنشر العديد من المقالات في صحف أجنبية مختلفة مثل جرائد النقد والمرشد ومرشد الأمة التونسية. أسس بعد ذلك جريدته الجزائر عام 1908، لكن السلطات الفرنسية أوقفتها على الفور. استمر راسم في النشاط الصحفي وأسس جريدة ثانية هي ذو الفقار، احتوت على مقالات ساخرة بلغة رمزية محاولا الإفلات من رقابة المستعمر، كما اختار اسما مستعارا له أيضا، ابن منصور الصنهاجي، فسجنته فرنسا وحكمت عليه بالمؤبد. لكن أطلق سراحه بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، حينها ابتعد عن السياسة وركز جهوده في الفن، وخاصة فن المنمنمات. فهو مؤسس هذه المدرسة رفقة شقيقه الأصغر الفنان محمد راسم، كما برع في الخط العربي، ولوحاته الخاطة لآيات قرآنية وللعديد من القصائد العربية تشهد على براعته في هذا الفن. عمل راسم أستاذا في مدرسة تعليم فن التصوير والزخرفة العربية، وتخرج على يديه نخبة من كبار الرسامين بداية من عام 1931، كما ترك مؤلفات أبرزها تفسير القرآن الكريم وتراجم علماء الجزائر. وفي 3 من شهر فبراير عام 1959 توفي عمر علي راسم في مسقط رأسه بالعاصمة، تاركا إرثا كبيرا ما تزال تحكي عنه الأجيال إلى اليوم.